صحاب دراري البنات جينا ليكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هو عبارة على دي تشالنج كنت عطيتهم ليا في السيتي معنى ديال الحياة. خويا يوسف معنى ديال الحياة هي تكون خدام وعايش بخير ومهلي في والديك ووالداتك، وأهم حاجة هي تكون تعبد الله. وتاني سؤال هو ديال أسامة بلغيتي، شكون أعز صديق 2018؟ خويا أسامة كاين بزاف أعز أصدقاء، كاين منهم بدا واحد عبد الرحمن الجلالي اللي ما ذكرتوش بلا ما يتخلق. بدا بغيت نبين واحد الحاجه، راه ماشي الا ولاد الحومه غير الا ولاد القيسي. وثالث سؤال هو ديال مريم حربيلي، شنو هي الرجوله؟ اختي مريم الرجوله هي ماشي تكون انت شمكار ولا شي حاجه، الرجوله هي خصك تكون خدام وتكون راجل وتتصلي وتكون مرضي الوالدين. ورابع سؤال هو ديال عمر، شنو هي الاضافات الجديده في لاشين؟ شي ديديكاس. ديديكاس لك اخويا عمر. اضافات اللي غنديرها في لاشين هي غيولي يخدم معايا واحد الطاقم جديد، وغنولي نصور بكاميرا كانون صافي هادشي اللي عندي. والسؤال الخامس هو ديال مروان، احسن حاجه وقعت لك في 2017؟ احسن حاجه خويا وقعت ليا في 17 هي طلعوا ليا لي زابوني من دمع الزمن. وسادس السؤال هو ديال مهبول بوايا ولا شي حاجه، شنو هي اخيب حاجه اخيب حاجه درتيها في حياتك؟ خويا ما كايناش اخيب حاجه درتها في حياتي. وسابع سؤال هو ديال غشديق حمزه، شي ديديكاس. ديديكاس لك اخويا حمزه. شي خويا خوتي، كنتمنى منكم تابوناو مع الدري، راه تيدير فيديوهات واعرين واعرين بزاف، راه تلقاو لاشين ديالو في ديسكريبسيون تحت. وخويا كنتصور بتليفون عادي جيدو، كان مونطي فيديو شو وفي المرة. وثامن سؤال، علاش درتي لاشين في يوتيوب؟ رحاب درت لاشين في يوتيوب حيت انا مولا باش ندير الفيديوهات وزيد عليا ديال الفيديوهات. كنتمنى تعرف وتعرف العائله ديالي ونبقى طوب في هذا الفيديو. تاسع سؤال هو ديال زكريا والحسين حسين، واش كتغفزي تيدي شي حاجه في لاشين؟ واش تعرف تزيد شي حاجه في لاشين؟ خويا تنعرف بزاف حاجات نزيدهم في لاشين، خاصنا غير الامكانيات والدعم ديالكم. متعود شنو هو الهدف ديال الياس شنو هو الهدف ديالك في هاد لاشين؟ خويا الهدف ديالي في لاشين سبق قلتو هو نشارو ان شاء الله العائله ديالي ونكون صافي هادشي. وسؤال 13 هو ديال ايوب، شكون اللي عاونك باش توصل لك باباك ولا ماماك؟ خويا عاوني الوالد والوالده وخوتي كاملين، هما اللي دعموني باش نكون بحال هكا. اخر اخوتي هو ديال بلال الحفصي،
باش كتصور. سمعت قلت اخويا سؤال تنصور التليفون الجديد وعادي غلوح لكم التصويره ديالو غتشوفوها هنايا ياك. وكنتمنى شي ديديكاس، ديديكاس لك اخويا بلال، واد بلال الدري عزيز عليا بزاف. كنتمنى وصلنا لافان ديال الفيديو اخوتي، كنتمنى منكم تدعمونا. وانا سبقت قلت لكم راه كاين واحد التحدي باش نقراي لو وصلتوني 400 ابوني، ولكن كاين شهر اللي عندكم. يلا كنتمنى منكم ديروا جيم وتابوناو هنايا. ما نقول لكم اخوتي هو راه كاين واحد جوج افلام قصيرين صايبتهم انا وواحد الدراري، خدمنا عليهم بزاف بزاف. اللي بغيتو تشوفوا هاد الافلام خاصكم توصلوا هاد الفيديو 100 لايك والالف في وقت غروب الشمس وعفان.